مستوى عال ومشاركة متنوعة تميزت بها الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي، حيث تتميز الأجنحة بعرض لمنتوجاتها من مختلف الدول المشاركة بما وصل إليه العالم من تطور يخدم حياة عصرية. وكذلك تميز الجناح العراقي بتقديم أفضل الصناعات المحلية المضاهية لما هو موجود في العالم. اليوم دخلت الشركات العراقية قطاع الصناعة الخاص إلى معرض بغداد الدولي لإبراز قوة الصناعة العراقية وإبراز قوتنا أمام الجميع، إذا كمواطنين أو كحكومة والجميع الجوانب الأخرى في العراق، علما أن اليوم جميع أغلب المصانع المتواجدة في معرض بغداد الدولي عند العمل وتوريد البضائع للمستهلك أو للتاجر أو المجمعات الأخرى يكون الضمان يا أما مدى الحياة أو ضمان 5 سنوات فما فوق، علما أن هذه الضمان لا يوجد بأي منتج مستورد. تاج نوعية مختلفة من السندويش بنال، وهي عبارة عن السندويش فاير بروف اللي هو سندويش المقاوم للحريق، عبارة عن مواد تضاف إلى المواد الأساسية للفوم، راح يكون عندك منتج مضاد للحريق 100% مفحوص في مختبرات مديرية الدفاع المدني. معرض بغداد الدولي جناح جمهورية العراق تتواجد فيه كل أو أغلب المصانع العراقية القطاع الخاص الصناعي. نطمح أنه رئيس الوزراء السيد السوداني يدعم القطاع الخاص الصناعي العراقي لما له أهمية في نمو البلد والاقتصاد، حقيقة اقتصاد البلد يزدهر بالصناعة، فنأمل منه أنه يدعم هذا القطاع وهو قطاع مهم، قطاع يزيد من قوة الاقتصاد، يحافظ على العملة الصعبة داخل البلد. المعرض يعتبر فرصة استثمارية كبيرة لتقديم أفضل المنتوجات، ويأمل أصحاب الشأن أن يكون هنالك تحرك من الجهات المعنية لدعم المنتج المحلي ليعود بالفائدة إلى الصالح العام. طبعا المنتوج مالنا العراقي كإحنا وكبقية المصانع العراقية، بما أنه الحدود مفتوحة والمناشئ دا تدخل للعراق دون قيد دون شرط، فلذلك لازم ننافس لازم نجيب المواد الأولية من أرقى المناشئ، لأنه إحنا دائما معرضين إلى السيطرة النوعية والتقييس والسيطرة النوعية، بينما المنتوج الأجنبي يدخل للعراق بدون سيطرة نوعية، فلذلك يكون دائما كفاءات المنتوج العراقي دائما الكواليتي ماله عالي، وإلا ما يقدر ينافس ويظهر المنتوج ماله بالشكل اللائق. احنا كمعمل سوبر كيميكال ادهيسف شاركنا من مدينة السليمانية انتاج المواد اللاصقة، يعني والله الحمد مدينة السليمانية حاليا مميزة بمواد الانشائية للبناء من حديد السمنت، فالحمد لله حاليا اكو ثقة بين الزبائن بين الشركات بين المشاريع بين سليمانية وبقية المحافظات، يعني اكو ستاندرد اكو نوعية اكو جودة حاليا في قيد التطوير، يعني نتمنى ان شاء الله هذا يكون مستمر. نحتاج الدعم الحكومي بصراحة، نحتاج يعني تسهيل بعض المواد الأولية، يعني احنا نستوردها تعرف عندنا نقص في هذه المواد. مضمار تتسابق فيه كبرى شركات لتقديم ما هو أفضل، حيث يمكن الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لاستثمار ما هو متواجد على أرض بغداد. لبرنامج صباح الخير يا عراق، مصطفى السعدي، بغداد.